انطلق العام الدراسي الجديد، وفي قلب المشهد منه صور الخدمات الأمنية التي ترتكز أمام المدارس على مستوى الجمهورية، يشعر معها الطلاب وأولياء أمورهم بالطمأنينة والأمان. حقيقي الشرطة في خدمة الشعب، أول يوم دراسة والشرطة متواجدة معانا ومع أولادنا وبيوصلوهم بنفسهم، وفي ابتسامة جميلة جدا. ده انطباع حلو حتى للأطفال إن هم يحبوا بلدهم ويشوفوا قد إيه الشرطة بتتعب عشانهم. الواحد يروح شغله وهو مطمن بعد ما الولاد دخلوا في أمان. شكرا ليكم. أنا النهاردة سعيد جدا وبشكر وزارة الداخلية إن هم النهاردة جم شرفونا في أول يوم مدرسة ودخلونا المدرسة، وأنا مطمن دايما وعارف إن الشرطة حواليا ومطمن على إخواتي البنات وعارف إن هم دايما في أمن وأمان. الحقيقة إحنا مبسوطين جدا جدا إن أول يوم دراسة في تواجد أمني بالشكل الجميل ده، وإحنا يعني مطمنين على أولادنا جدا وما داخلين المدرسة، وبجد بنشكركم جدا وبنشكر وزارة الداخلية. ميرسي. وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية ترتكز على نشر الخدمات والأقوال الأمنية بمحيط المدارس على مدار اليوم الدراسي، يتميز عناصرها بالقدرة والجاهزية والسرعة في التعامل مع المستجدات والطوارئ الأمنية. الطالب لما بيخش يشوف الضباط واقفين يحس ان هو داخل في مكان امن، وتواجدهم اصلا مساعده للعمليات التعليميه لان وجودهم اساسي معانا في العمليات التعليميه. احنا بنشكر وزاره الداخليه وتواجدهم معانا في بدايه العام الدراسي، وده بيشعر ولي الامر ان ابنه بيكون في امان، وبرضه بيدي نموذج للطالب اللي عندنا في المدرسه ان بيشوف نموذج كويس بحيث لو حصلت اي مشكله بيلاقي ضابط شرطه موجود او فرد امن موجود، وده بيحس ولي الامر بالامان وبيخلي المنظومه التعليميه ماشيه بامان افضل. أحد محاور الخطة الأمنية تعتمد على نشر الخدمات المرورية بالشوارع الرئيسية ومحيط المدارس لضمان تحقيق قدر كبير من الانسيابية المرورية في مواجهة الكثافات المتوقعة على الطرق وأمام المدارس، بخاصة في توقيتات الدخول والخروج من المدارس. أنا بحب أشكر الشرطة المصرية وزارة الداخلية على التنظيم الجميل ده. بجد أول يوم مدرسة وأنا حاسة بأمان وأنا بوصل ابني المدرسة، شكرا ليهم بجد بجد، ومش بس في أول يوم مدرسة، لا ده في حياتنا، فشكرا لوزارة الداخلية. حابة جدا أشكر الشرطة المصرية على إن هم موجودين معانا هنا في أول يوم مدرسة، بيدخلونا بنفسهم مدرسة وإن إحنا حاسين بالأمن والأمان على طول وهم موجودين هنا معانا، ومش بس هنا في المدرسة بل في كل حتة. الوجود الأمني الفعال مع بداية عام دراسي جديد انعكس على الارتياح الكبير على وجوه الأهالي وأبنائهم، ويؤكد على الجاهزية والاحترافية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في تعاملها مع كافة الفعاليات التي تتطلب تأميناً ووجوداً أمنياً مكثفاً.